السلام للناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله. يوم جديد، يوم مليء بالتفاؤل ان شاء الله لجميع السيدات اللي كيشاهدوا القناه ديالي، السيدات اللي كيقلبوا كيبحثوا على الوصفات الناجحه. مرحبا بكم، واكيد انكم غادي تلقاو احدى الفيديوهات اللي غادي تفيدكم، واكيد غادي تلقاو الوصفه اللي غادي تناسبكم وغتناسب الجسم ديالكم والهرمونات، وكذلك غادي تعجل لكم في سرعة حدوث الحمل. وصفة قوية في هذا الفيديو، وصفة ممتازة، جربوها أربع سيدات. أكيد أنني سبق لي حطيتها في القناة، وبزاف ديال الأخوات جربوها. كاين اللي رجعت لهم الدورة، كاين اللي نشطت لهم التبويض، وكاين اللي حملوا بها ما شاء الله. وأكيد أنني يعني لقيت بأن بزاف ديال الأخوات حملوا عليها. داكشي باش بغيت نزيد نأكد عليها في القناة، لأن نظرا لأن بزاف الأخوات كينضموا للقناة لأول مرة ما كيرجعوش يشوفوا الفيديوهات القدام، فهكا بغيت تنتوما تزيدوا تجربوها، علاش لا، ويحصل بها الحمل بسرعة. ما تنساو ليش الفيديو من واحد اللايك باش توصل هذه المعلومة لجميع السيدات لربما تكون سبب في الحمل ديالهم، وإن شاء الله تنفع معكم تنتما وتجربوها. وأكيد إن شاء الله ما تنسونيش ديما من الدعوات ديالكم. وقبل ما تبداو اي وصفه ضروري ما تكونوش كتاخذوا معها شي ادويه هرمونيه، لان الادويه الهرمونيه خاصها تعطي المفعول ديالها، عاد من بعد ديروا الوصفات الطبيعيه. بطبيعه الحال ان الادويه الهرمونيه كيوصفها لكم الطبيب ديالكم على حسب الحاله ديالكم، على حسب المشكل اللي عندكم، ماشي تبقاو تاخذوا الادويه وتشريوها يعني حيت سمعتي بانها نجحت مع احدى الاخوات. تنوضوا نتوما للصيدليه وتمشيو تشريو هذوك الادويه، وممكن انهم يعطيو نتيجه عكسيه، لان انت الجسم ديالك ممكن ما يكونش محتاج دوك الادويه الهرمونيه. عكس يعني كديري وصفه طبيعيه، هذوك الوصفات الطبيعيه في غالب الاحيان كينشطوا لك التبويض، كيهيئوا الرحم، المكان اللي كتنغرس فيه البويضه كينشطوا الرحم ديالك باش يستقبل البويضه وتعشش في ذاك الرحم، لان حتى الامر مهم بزاف. الوصفات الطبيعيه كذلك كينظفوا لك الرحم بعمق، كيحيدوا الترسبات ديال الدوره، كيخليو داك المكان مهيئ اكثر لسرعه حدوث الحمل. هاد الوصفه هذه معجزه من الوصفات. القرنفل والموز، يعني الموز او البنان، معجزه. يعني هاد العنصرين هادو الا اجتمعوا مع بعضياتهم صدقوني غادي يساهموا بواحد الصوره كبيره في تنشيط التبويض، وكذلك كيساعدوا على الانجاب. بطبيعه الحال انا بزاف ديال الاخوات جربوا هذه الوصفه هذه، وراه ديجا سبق لي حطيتها في القناه، كنزيد ناكد عليها لانها فعلا لقات نجاحات كبيره، حملوا بها السيدات. وداك الشيء باش نتوما لا ربما ما رجعتيوش للفيديوهات السابقه، تشوفوا هذا الفيديو هذا وتجربوها ان شاء الله. اذا الوصفه بسيطه ان شاء الله. قبل ما نعطيها لكم ما تنساو ليش ديما الفيديو من واحد اللايك باش توصل المعلومه لاكبر عدد من السيدات ويستافدوا ان شاء الله من هذا الفيديو. اذا لنفترض انها جاتك الدوره، داك الايام ديال الدوره بغيتي تستعملي وصفه طبيعيه اللي ممكن تكون انها مساعده بواحد الدرجه كبيره باش يحصل الحمل. بزاف الاخوات ما كيبغيوش يصبروا، بزاف الاخوات كيبغيو نتائج فوريه، كيبغيو يعني يشوفوا النتائج مباشره. اذا جيتك بهذه الوصفه هذه لانها قويه، ممكن يحصل بها ان شاء الله الحمل، علاش لا. غادي تجيبي واحد الموزة او البنان، غادي تحاولي انك تاخدي تقريبا يعني ست حبات من القرنفل. غادي تحاولي انك بالقشر ديال داك البنان او الموز يعني تحاولي انك توضعي فيه القرنفل، وضعي فيه القرنفل بالقشر ديالو، بالقشر ديالو داك الموز او البنان، وحاولي انك تخليه ليلة كاملة، ليلة كاملة. داك العود ديال القرنفل او الاعواد ديال القرنفل غادي تعطي الفوائد ديالها في الموز، حاولي انك تدخليها جيدا حتى انه يبقى فقط داك الحبه الفوقانيه او الزهره ديال القرنفل، والعود ديال القرنفل حاولي انك تدخليه في الموز جيدا باش يطلق الفوائد ديالو في ديك الموز هي اللي غادي تناولي ابتداء من اليوم الثالث من الدوره الشهريه. الثالث من الدورة الشهرية غادي تناولي كل يوم موزة مع ست حبات أو ست أعواد من القرنفل، والقرنفل كتحيده بطبيعة الحال، راه كيكون طلق في الفاكهة ديال الموز، كتحيده، كتاخدي فقط الموز وكتناوليها مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار.
اذا كنأكد عليها هاد الايام هذه من اليوم الثالث الى غايه اخر يوم من الدوره، وانت كل يوم كتناولي فاكهه الموز. ممكن بنفس الطريقه تملئي حبه الافوكادو، حبه الافوكادو ممكن تقسميها على النصف وتحاولي انك تملئيها بالاعواد ديال القرنفل، وهذوك الاعواد القرنفل يعني تقريبا كدوز واحد الساعه حتى ساعتين من الوقت كتحيدي دوك الاعواد وكتاخذي ديك حبه الافوكادو. اذا بنفس الطريقه يعني مثلا بغيتي تاخذي الموز واحد النهار والنهار اللي موراه تاخذي الافوكادو او الافوكا، ممكن هاد الوصفة هادي ممكن يستعملها الزوج ديالك. اذا هادي وصفة للزوجين معا، هي بمثابة تقوية للتبويض وكذلك علاج مشاكل ديال التشوهات. ممكن انها تحفز لك الحمل بواحد الصورة كبيرة بزاف وتنشط لك المبايض، واحتمال يقدر يكون حمل بتوأم وارد جدا لانها كتخرج اكثر من بويضة. هاد الوصفة هادي كذلك يعني هاد الفواكه اللي ذكرت في الفيديو الى ضفت لهم القرنفل او زهرة القرنفل غادي يكونوا كيحتويوا على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالك باش الصحة ديالك الإنجابية تكون بواحد الصورة إيجابية وتعطي بويضات جيدة في الجودة وكذلك في الحجم ديالهم. هاد الوصفة هذه كذلك مهمة لهرمون تستوستيرون، لأن كيف ما كنعرفوا القرنفل عنده بزاف ديال خصائص علاجية لتحفيز الإنجاب وتحفيز الرغبة، كذلك يعني بطبيعة الحال ما خاصش يكون هناك إفراط. حاولوا أنكم تلتزموا بالمقادير اللي عطيتكم في هذا الفيديو. القرنفل عنده بزاف الفوائد، منها أنه كيحتوي على فيتامين سي اللي كيساعد على زيادة عدد الحيوان المنوي بشكل كبير والحركة كذلك، وكي يوقيه من التشوهات مما يقلل فرص الإصابة بالعقم. إذا حاولوا أنكم تعطوها للأزواج ديالكم باش تكون علاج متكامل إن شاء الله. القرنفل كذلك يعمل على تدعيم عملية إنتاج البويضات لدى السيدات. السيدات اللي عندهم انقطاع في الدورة وبغاو يجربوا هذه الوصفة هذه، يحاولوا أنهم يتناولوها في أي وقت بمعدل أسبوع كامل، وانتم كتناولوا هذه الوصفة هذه بالموازاة مع مشروب البردقوش. البردقوش تناوليه مدة 20 يوما، يعني وانت كتناولي الوصفة البردقوش كمليه والوصفة حبسيها على أسبوع، وإن شاء الله تعطيك النتيجة لأنها كتساعد على إنتاج البويضات وكذلك كتساعد على تشجيع خروج البويضات من المبيض ديالك. يعني هاد الوصفة هذه ممتازة إن شاء الله، وغادي تجربوها وغتلقاو عليها النتائج المرضية. عطيتكم كيفاش يستعملوها السيدات اللي كتجيهم الدورة والسيدات اللي منقاطع عليهم الدورة باش هكا تكون الإفادة، لأنها فعلا ممتازة. واخا ما يكونش عندك مشكل جربيها. كاين بعض السيدات كيكون عندهم تأخر الإنجاب بدون سبب، يحاولوا أنهم يلتجؤوا للطب البديل والتداوي بالأعشاب. إلا بغيتي وكذلك تحصلوا على الوصفة ديالي اللي كنحضر شخصيا، وصفة العسل بالأعشاب المكمل الممتاز لتشجيع حدوث الحمل وكذلك لاسترجاع الدورة لتنظيمها وكذلك لعلاج سن اليأس مبكر الأعراض ديالو. يعني هذيك الوصفة ديال العسل بالأعشاب ما كرهتش توصل لكل سيدة متأخرة في الحمل، لأن فعلا غادي تجيب معك نتائج مرضية، خصوصا أنك إلا دومتي عليها إلا تبعتيها كيف ما قلت لك الطريق كيف ما قلت لك ان شاء الله. هذيك الوصفه ممتازه معجزه، ديما كل يوم كيوصلوني العديد من الرسائل كيشكروا لي الوصفه، وكنزيد نتشجع انني نقدمها لكم ونعطيها لكم، وانا مرتاحه وانا مطمئنه وانا متاكده انها غادي تجيب معكم نتائج في سرعه حدوث الحمل. كاين الزيت كذلك، الزيت المرقي لسحر الارحام لعلاج هذاك السحر اللي كيكون في الرحم ديال السيده، يعني زيت فيه رقية شرعية، زيت اللي هو فيه أعشاب طبيعية أعشاب صحراوية، حتى هو ممتاز وكيطلبوه السيدات وكياخذوه من عندي، حتى هو كيجيب نتائج إن شاء الله وكيزيد يشجع الدورة الدموية، وبالتالي يعني كينشطوا المبيض ديالك. إذا كان هناك واحد السحر كيعالجو، إذا كان هناك خمول في المبيض ديالك كيعالجو،
اذا هاد الوصفتين اللي كنحضر شخصيا عندهم بزاف ديال الامتيازات. بلا ما نطول عليكم هاد الفيديو، الا بغيتيو الوصفه ديالي اللي كنحضر بالعسل والاعشاب تواصلوا معايا، غادي نعاود نخلي لكم الرقم في اول تعليق، وممكن نكتبوا لكم في هذا الفيديو هذا السيدات اللي بغاو يعني يتواصلوا وياخذوا الوصفه من عندي. اكيد غادي تعرفوا شنو خديتي، ولانها وصفه مضمونه مجربه ولقاو عليها النتائج المرضيه بزاف ديال الاخوات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساونيش من واحد لايك واشتراك في القناه. شكرا على التتبع ديالكم للقناه والثقة ديالكم في جميع الفيديوهات والوصفات اللي كنقدم. أكيد أنكم كتجربوها، وأكيد حلم الأمومة سيتحقق ولو بعد حين. ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين، ديما كرروها، كرروا كذلك. يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني بالذرية الصالحة. كثروا من الدعاء والاستغفار، تقربوا لله، اكيد ان الله ما غادي يخلي حتى شي وحده فيكم بدون حمل ان شاء الله.